بسم الله الزملاء والزميلات، السلام عليكم ورحمة الله. تكلمنا قبل كده في حلقة سابقة عن القروض وأنواعها، وكنت بحبس دايما إن احنا ما نعتمدش على شجرة الحسابات، نخليها زي ما هي، وأي تفرعات بنروح للموديولز اللي بتدعمها. طب القروض قلنا نخليها العهد ليها حساب مستقل، السؤال إزاي بنضيف حساب مستقل؟ بنروح للمحاسبة ونفتح شجرة الحسابات. أنا أوريدي السيستم أو النظام بيجي معاه حساب خاص بالسلف، بدور على حساب السلف اللي هو بالغالب يبقى 1610، وأضيف بعديه حساب للعهد. كده زي ما شفنا في الحلقة السابقة إزاي يقدر إن أنا الموظف يبقى حسابه المستقل للعهد مستقل عن السلف. أدي هنا ده الحساب أهو 1610، ده خاص بالسلف، ده خاص بالبيتي كاش او العهد. جيت هنا وقلت له اضافة، جيد، حطيت هنا الاسم وقلت له هنا ده عهد، جيد. النقطة المهمة رقم حساب انت بالخيار زي ما اتفقنا، ان نوع الحساب لازم يكون هنا يكون واجب الدفع عشان يسمح لك ان انت تتعامل مع الموظفين. ما ننساش ان احنا هنا واجب الدفع عشان تقدر من خلاله تختار الموظف. ماشي، انا مش هضيف حاجه لان اوريدي عندي الحساب موجود. طيب نرجع للنقطه اللي كنت عايز اقولها، ازاي نتعامل مع رصيد اول المده؟ انا دلوقتي عندي 10 موظفين واخدين سلف، اللي عليه 5000 وعليه 6000 وعليه 8000، وبنخصم منه، عايز السيستم يخصم منه هو بقى كل شهر، مش انا اللي هخصم وانا اللي اتابعه. فانا كان الاقتراح ايه؟ ان انا هتعامل مع السلف دي كتعاملي مع المخزون. يعني ايه تعاملي مع المخزون؟ يعني انا في القيد الافتتاحي زي في المخزون انا بذكر بس ايه، بقول حساب مؤقت، واخش في الجرد احط التفاصيل. برضه في القصه بالنسبه لحساب العهد او السلف، هكتب بقى هو حساب واحد بس اللي هيكون موجود، واحط التفاصيل فين؟ هنا بهذا الشكل. يعني انا هظهر في القيد الافتتاحي مكان السلف، هحط حساب مؤقت بالاجمالي. مثلا في سلف، في بره سلف بعشر بمئة ألف، هذكر المئة ألف في القيد الافتتاحي. وهنا هعمل ايه بقى؟ هضيف بند اسمه ايه؟ سلف أول المدة. ده هيبقى خاص بس بسلف أول المدة. هيفرق معايا في ايه في بقية السلف التانية؟ جيد، أنا ممكن آخد هنا من السلفة دي آخد منها نسخة وأشتغل هي نفسها، هي كل حاجة مفيش أي تغيير فيها، بس هنا هسميها دي سلفة خاصة بأول المدة، أول الفترة بس، اللي هي إيه؟ لو أنا اشتغلت من أول يناير هتكون دي خاصة بالأرصدة الافتتاحية. هنا بقى بدل ما أخليها النقدية أخليه الحساب المؤقت، أخلي ده أدفانس زي ما هو، وأبتدي أدخل ده خاص، الحساب ده خاص بإيه؟ بأول المدة. كل اللي انا غيرته قلت له الدفع انا مش هدفع تاني، ما خلاص دفعته. يعني انا ببتدي من 1 يناير، وانا كنت دفعت السلفه دي في شهر 8، بس السيستم ابتدي من شهر يناير، فبقول له خلاص انا مش هدفع، خليه في التمبوري اكاونت، واقول له حفظ، وادخل موظف عادي خالص اكنه بياخد سلفه. جيد، ممكن اشتغلها من ايه؟ ممكن اشتغلها من خلال الاستيراد، لو انا ظبطت على الاكسل الشغل ده واشتغل واعمله مره واحده. جيد، وابتدي اشتغل هنا، هنقول هنحط الابليكيشن، ده كده انا هبدخل رصيد اول المدة للموظف الاداة، تاريخ الترحيل هيبقى بداية العمل. انا لو انا باعتبار ان انا بادئ السيستم بداية من السنة، ممكن اكون بادئه من 1/8، فهكتب هنا 1/8. جيد، وهنا نوع القرض هختار بقى ايه؟ اول المدة. جيد، قيمة متبقي عليه الراجل خمس نقول 4000، متبقي عليه 4000. اجي هنا بحدد واقول له عشان السيستم يبتدي يشتغل، بقول له ان الراجل ده بقى له ناقص له 4 اشهر، كان واخدها، كان اصل المبلغ كان على 10 شهور، دلوقتي بقى له 4 شهور. جيد، وبقول له حفظ، وبقول له لازم اقول له هنا ابروف عشان موافق عليه. جيد، بناء عليه بس طبعا احنا ممكن ده نستفيد منه من خلال عملية الاستيراد،
لو هي موجودة عندي على شيت اكسل شيت هرحل ده كل مرة، بس احنا بنشوف العملية هتمشي ازاي. طيب هنبتدي نقسط من امتى؟ هنقول هيبقى من 31/1 مع رواتب 31/1. جيد، واقول له حفظ. جيد، أكد إن ده هيبقى من خلال السداد الراتب أهو، مباشرة هو جاب لي الإسقاط كده. أنا أريح نفسي لسه الحتة بقى، ما احنا عايزين نشوف. أنا مش هدفع، أنا إنما لازم هعمل عملية الدفع. يعني دي النقطة الفنية، إن حاجة أقول له هنا إنشاء، وهنا ظبط لي القيد. هو كده لسه مفيش حسابات، ما ظهرش في الحسابات، فبقول له ادفع، هدفع، بس هيعمل القيد عبارة عن إيه؟ كود كله تمام كده، ماشي تمام التمام، وأقول له على بركة الله هيعمل. بس هنا الترحيل هنا ايه؟ خليه في 1/1. جيد، ننتبه للنقطة دي ونقول من 1/1 هقول له حفظ. جيد، دي اهم النقاط، صح كده. هيحطها هنا اهو. الحساب هيكون الحساب الدائن المؤقت، والحساب المدين ايه؟ الحساب الموظف. واقول له اوكي، ماشي الحال، واشوف القيد. ماشي، ظبطت كده التاريخ عشان يظهر المبلغ اهو. خلاه هنا الحساب السلف مدين، وحساب الافتتاح مؤقت بقى هو الداين. كده اقدر ان السيستم يبتدي واحدة واحدة هو يتابع سلفة بسلفة ويخصمها لما اعمل الرواتب. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.